المشروع النهارده مشروع بلو تري، هو ثالث مشروع لشركه سكاي ابو ظبي في مصر، وهو مشروع من المشاريع المتميزه، يتميز بالموقع الفريد. الارض المشروع تقع في التجمع الخامس، منطقه الجولدن سكوير، في قطعه من افضل الاراضي اللي موجوده في منطقه الجولدن سكوير. الموقع يحيط كل الخدمات، قريب من الجامعات والمستشفيات والمدارس والنوادي الرياضيه، فقريب من كل احتياجات العملاء. عدد الوحدات اللي في المشروع ما يقارب 1300 وحدة سكنية، وده عدد يعتبر قليل جدا مقارنة برضو بنسبة أو بمساحة المشروع. المساحات تتراوح من 115 ل 300 متر مربع، واحنا تعمدنا ان احنا نخلي فيه فرايتي في المساحات، تبدا من 15 لغايه 300 عشان نستهدف اكبر شريحه من العملاء. والله مشروع بلوتري اول حاجه بيميزه الموقع، موقع متميز جدا جدا لانه في افضل الاماكن او افضل المواقع في التجمع الخامس، وبالاخص في الجولدن سكوير. يمكن احنا اهتمينا جدا ان احنا نعمل طابع مختلف في المشروع ده، وعملنا بارتنرز مع جي زد ام كي، دول مصمم امريكي مشهور جدا في ولايه كاليفورنيا. ويمكن من الحاجات المميزه جدا ان احنا في صدد ان احنا ننشئ من اكبر الباركس الموجوده، احنا بنتكلم في حوالي اكتر من 40 الف متر مسطح بارك، وده اعتقد على مشروع 50 فدان هيبقى بارك كبير جدا، بالاضافه طبعا للتصميمات العصريه اللي موجوده والامينيتيز وكل المتطلبات اللي ممكن العميل يبقى محتاجها.